شكرا شكرا أمينة بطل، مواطنة مغربية غيورة على بلادها وعلى الوطن ديالها، ومتشبتين دائما برموزنا وبرمزنا وشعاراتنا اللي هي الله الوطن الملك. واليوم للأسف كيأسفني جدا أنني نرفع لكم هذه النزلة اللي وقعت في بالوما لأول مرة للساكنة المستديمة اللي كنا في مأمن حتى اليوم من قانون نزع الملكية. احنا مشمولين به، ولكن كان نازل كان ساكنة مستديمة. وعدونا السلطات العمومية بأكملها بأننا غنكونوا آخر من يخرج من هذه المنطقة العزيزة الجميلة اللي هي على الشريط، تتواجد على الشريط الساحلي لمدينة المحمدية، وتمتد على مسافة 5 كيلومترات ونصف حتى زناتة الصغيرة. للأسف اليوم عينا الجار ديالنا اللي هو من جنسية بلغارية، هو والزوجة ديالو، وأساتذة في الرياضيات أدوا الكثير لهذا الوطن، وعلى يدهم تلمدوا عدة أطر عليا الحمد لله. ولكن للأسف اليوم كنتفاجئوا شيئا ما، لأن تعلموا لعدة مرات، وكان الطلب الوحيد ودخلنا كوسيط ما بينهم وبين السلطات المحلية اللي هو مدة شهرين بين ما لقاو المحل فين يمشيو وفين يحطوا الأثاث ديالهم. ويقولون هو والزوجة ديالو بأن المال ديالهم اللي ربحوه في طيلة 30 سنة وأربع وما فوق من العمل ديالهم الدؤوب في التعليم ديال المغاربة، استثمروه في هذا الكابانو وشراوه عن حب، وهم من عشاق البحر كجميع الأخوات والإخوان والجيران والجارات والأولاد والأبناء ديالنا اللي كبروا هنا وقراوا هنا وربطوا علاقات كثيرة مع الأصدقاء والصديقات ديالهم هنا. اليوم هو في حق ديالو كان واحد القانون شوية مؤلم ديال الإفراغ والهدم بالقوة العمومية. والله العظيم والله العظيم لا أجد الكلمات للتعبير عن هذا الألم وهذا، لا أقول الظلم، وإنما كان يبقاو على الأقل حتى كما وعدونا السلطات العمومية احنا آخر من يرحل من هذا المكان بالممشى والكبانوات الأخرين ديال الناس اللي ما ساكنينش، الناس اللي باغيين يسلموا، الناس اللي كبانوات ديالهم يعني غير متلاشية، ويخليونا احنا الاخرين وصافي. ولا نطالب بشيء، نطالب بإدماجنا في هذا المشروع، وحنا يرى غيورين على وطننا وعلى مدينتنا زنات الجديدة، وسنكون أول من يصفق لهذا المشروع، أول من يفرح لهذا المشروع الكبير العظيم. ولكن كما قالت هو الأبناك والوكالات الممولة لهذا المشروع، تتغير الحالة الاجتماعية ديالنا من حسن إلى أحسن، ونستفيد منها، وحنا ما علينا إلا يجلسوا معنا لطاولة الحوار وعطونا ما تنطلبوش شي حاجة اللي هي خارج القانون وخارج النطاق وخارج كنطلبو، حنا يعطونا سكن فين نمشيو، ما يقولش لك سير تسنى بلاتي عام عامين سيرو تكريو، راه الكراء بعدا ما بقاش في المنطقة ككل، الوعاء الكرائي ما كاينش، الوعاء العقاري راكم كتشوفوه. إذا بغاو يعطيونا حنا فين نمشيو مرحبا. وفي هاد الفترة الصيفية اللي كتبتد من 15 يونيو حتى 15 شتنبر، يعني خليو الناس ساكنة المستديمة الآن في أمن، يستقبلونا ضيوفهم الكرام ويستقبلونا الجالية المغربية في واحد الترحاب، في كما نقول عملية مرحبة، فإحنا أول من يرحب بالجالية في الشاطئ الشريط الساحلي. مرحبا بكم جاليتنا المغربية في الخارج، وحتى الناس اللي كانوا جيراننا وهم في الخارج فمرحبا بهم في منازلنا، فأبوابنا مفتوحة لهم. وكنتمناو بالسلطات، هذا نداء للسلطات والناس المسؤولين باش ياخذوا باعتبار هذه النازلة هذه والوقت والآنية والظرفية. ما هي الصيف، هي عواشر، هو عيد الكبير، هو خليو حتى يكون الظرف مناسب
ونتناقشوا ويعطيونا ما يرضينا، وهذا راه معروف وكنهضروا به دائما، وكنرفعوا هاد النازله هذه كنرفعوها دائما لجميع المنابر، وكنتمنى على الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء. وفاش جاتهم كنقول لهم فاش جاتكم بعد تمويل المشروع اللي من طرف البنك الاوروبي للاستثمار لبيبي 600 مليون اورو يعني 6 الملاير، والاجونس الفرنسيه لايف دي للتنميه 600 مليون اورو يعني 6 المليار 12 مليار. فاش جاتكم باش هاد الناس تبنيو لهم او لا تعطيوهم يتغير سكن بسكن؟ والسلام عليكم، ويكون تحنا في الواجهه البحريه وفي المنطقه ديالنا، وما تبعدوناش خليونا في المجال الحضري ديالنا. وكنقولوها دائما وابدا، هذه عمليه ليست عمليه لاعاده الايواء، انها عمليه لاعاده الهيكله في داخل المنطقه الحضريه ديالنا.